أنا اسمي أشرف محمد الخشاب، بصمم كل هدوم شعبان عبد الرحيم وهو سبب شهرتي. حتى اسمي أشرف فجلة كان اختياره، إمضاء أشرف محمد الخشاب. أشرف محمد الخشاب، تفضلوا اقعدوا مكانكم. هنبتدي ببسمة. يلا دقيقة. أوكي. نمرة واحد، إيه أكتر لون بيليق على شعبان؟ ألوان كتير بس هو الأحمر بالتحديد. الأحمر. نمرة اتنين نفس السؤال. عامة الألوان الفاتحة. الفاتحة. نمرة تلاتة نفس السؤال. ممكن نطلع عشان. إيه أكتر لون بيليق على شعبان؟ أكتر لون؟ آه. الألوان المفرقعة على الشال، وبالأخص اللون الأحمر والأبيض. الأحمر والأبيض. الأبيض. طيب إيه أكتر لون بيلبسه نمرة واحد؟ الأحمر والأصفر. الأحمر والأصفر. نمرة تلاتة، هل القماش بتاع لبس شعبان ده بتجيبوه من حتة معينة؟ بتبيع القماشة كلها كده؟ بجيبه من أكبر محملات القماشة. نمرة واحد، بقالك قد إيه بتشتغل مع شعبان؟ فترة كبيرة. طيب نمرة اتنين نفس السؤال. 5 سنين. نمرة تلاتة نفس السؤال. بعد ما اشتهر. من بعد ما اشتهر؟ طيب نمرة واحد، تعرف قبل ما يشتهر كان مين بيشتغل معاه؟ نمرة اتنين؟ لا. تلاتة؟ ايه السؤال؟ شكرا. مي دقيقة. غيرت رأيك انت شكلك. يعني سنة كده تهت. طب يلا يا مي دقيقة. نمرة واحد، ايه مواصفات القماش الشبح؟ القماش الايه؟ الشبح. مواصفاته؟ شكله ايه؟ شكله ايه؟ مش فاهم يعني. ولا مفيش قماش اسمه كده؟ لا، في حاجة اسمها شبح. شكله ايه بقى؟ شكله عادي، حرير. نمرة تلاتة نفس السؤال. شكله ايه؟ قماش بيلمع. بيلمع. نمرة واحد، شعبان بيلبس 3 ساعات في ايديه اليمين ولا ساعتين في ايديه الشمال ولا ما بيلبسش ساعة خالص؟ هو بيلبس ساعات كتير بس انا ما بعدهمش. نمرة تلاتة نفس السؤال. ساعتين في الشمال وساعة في اليمين. نمرة واحد، قبل ما تشتغل مع شعبان كنت بتشتغل ترزي قبل كده؟ شكرا. رجب. واحد، بتعرف مين بيفصل الجزم ولا هو بيجيبها جاهزة؟ في واحد بيعملها له. في واحد بيعملها له. اتنين، بيشتري الجلد منين؟ هو بياخد القماش وبيفصل عليه ال يعني ما بيجيبش من نفس الراجل اللي بيفصله. لا، بياخد نفس درجة القماش وبيعمل عليها. طب تلاتة، بيجيب من نفس الراجل ولا بيشتري الجلد من بره؟ لا، هو ليه واحد بيفصل عنده، فبيحب يدخل الموضوع واحد كله، الجلد مع القماش يعني كده. لا، لكن بيجيب الجلد من نفس الراجل اللي بيفصل. اللي بيفصل. واحد، بيحب الألوان السادة ولا المشجرة؟ الشاذة أكتر. المختلفة وبس. كل ما هو ملفت هو بيحبه. كل ما هو مختلف. انت تعرف بيقص شعره فين؟ اتنين؟ في واحد بيجي له مخصوص بكوافير. يعني صاحبكو يعني مخصوص لي؟ شكرا. دمك دقيقة. نمرة تلاتة، مقاس وسط عم شعبان كام؟ 62. مقاس كمه؟ 45. 45. نمرة اتنين، اسم المساعد بتاع عم شعبان عبد الرحيم ايه؟ اسمه صلاح. نمرة واحد، اسم المساعد بتاع عم شعبان واخر حرف لاسمه دال. وحيد. اسم نمرة ثلاثة، اسم المساعد واخر حرف لاسمه دال. وحيد امين، اخر حرف النون. هل هو وحيد اقرع ولا بشعر؟ اقرع. اقرع ولا بشعر؟ اقرع. اقرع ولا بشعر؟ اقرع. وحيد اقرع فعلا. بس حضرتك هو مدير اعماله مش المساعد بتاعه. صدق يا نهار ابيض. حضرتك سألتيني المساعد. فضلك 20 ثانية. استنى. عم شعبان عنده كام ابن من ثلاثة؟ عنده 6. عم شعبان عنده كام ابن وكام بنت؟ 5 أولاد وبنت واحدة. كام ولد وكام بنت؟ 5 وبنت. ايه ده، انتوا كلكم عارفين المعلومات. ها؟ الفيلم الأخير اللي عم شعبان عمله. شكرا. أنا كنت مستبعد ورجعت. مي. استنى. ها.
مين اللي بيختار الالوان بتاعت لبس شعبان نمره واحد؟ انا بصممها له. نعم؟ انا اللي بصممها. نمره اتنين نفس السؤال. انا اللي بختارها. تلاته الالوان. مين اللي بيختار الالوان؟ انت ولا هو؟ مين اللي بيختار الالوان؟ هو من الناحيه دي عنده ثقه فيا يعني. انا بختار الالوان. انت اللي بتختار الالوان؟ شعبان حاطط صورته على العربيه، على عربيته من ورا ولا لا؟ نمره واحد. كان. نمره اتنين. لا. نمره تلاته. لا مش حاطط. بعد ما خلاص كنت قفشتك. يلا يا بسمه نص دقيقه. قولي اي حاجه. نمره واحد، ايه اكتر اكله بيحبها شعبان؟ ممكن الكفته. نمره اتنين، السمك. نمره ثلاثه، الاكله الشعبيه اللي هو الفسيخ. الفسيخ. نمره واحد. مش عارف. بيحب الهاي نك ولا بيحب القميص ولا تي شيرت؟ تي شيرت. تي شيرت. هاي كول. هاي كول. نمره اتنين، تي شيرت عادي. نمره ثلاثه، بيحب الهاي كول ولا العادي؟ يحب التيشيرت الهاف كول. هاف كول. يعني ايه الفرق بينه وبين الهاي نك وال الهاي؟ الياقه عريضه شويه والهاف صغيره. زي ما تحبوا. اي حد فيكم جاهز نشوه؟ طب يلا يا نشوه نص دقيقه. نمره واحد، وحيد المدير بتاع عم شعبان بيعزف اله معينه، ايه الاله دي؟ نمره اتنين، وحيد بيعزف اله معينه، ايه الاله دي؟ طبله. نمره ثلاثة، وحيد بيعزف اله معينه، ايه الاله دي؟ طبله. طبله. شاطر. طب وحيد 15 ثانيه. وحيد ثانيه. اخر فيلم عمله عم شعبان عبد الرحيم ايه؟ مواطن ومخبر وحرامي. اخر فيلم عمله عم شعبان؟ فلاح في الكونجرس. اخر فيلم عمله عم شعبان نمره واحد؟ فلاح. فلاح في الكونجرس. في الكونجرس. خلاص انا عرفته. ها عرفته. طيب محمد رجب اتفضل. واحد، شعبان ما بيحبش يلبس كرافات ولا بيحبه؟ ما بيحبهاش. ليه؟ ما بيرتاحش فيها وبيحس انها بتخنقه، مش متعود عليها يعني. اتنين، بيحب يسهر فين بالليل لو ما عندوش شغل؟ هو ما بيسهرش في حته، بدل ما عندوش شغل ما بيروحش في حته. ما بيقعدش على قهوه؟ لا، بيقعد في البيت مع اولاده. قلت لي شعبان ثلاثه، مامته ساكنه فين؟ مامته معاه في البيت. اتنين، موجوده معاه في البيت. وعياله ساكنين فين معاه؟ في اللي هو متجوز وما معهوش غير الاتنين بس الصغيرين، سعد وعدوان. واحد، فين عياله؟ كل واحد في مكانه، في ناس عايشه معاه. طب انا بقى جننوك. ها محمد. ابتدي بمين؟ انا يلا ابتدي بمين؟ ابتدي برجب. يلا اتنين. برافو. هاي نشو. اتنين. اتنين رسمي. اتنين رسمي. رسمي. هبطل تمثيل لو ما طلعش اتنين. تحاولش باين جدا عليه تمثل عليا. مي مي جاهزه بالرقم على طول. يلا مي. اتنين. برافو. بسمة. يلا يا بسمة. يعني هو كان أقل واحد أنا شكة فيه في الأول بس. اتنين. معلش بقى قفشناك. أشرف يتفضل يقوم يقف. قوم يا أشرف. يتفضل قوم يقف. ونقول لمشاهدينا نتمنى ان حلقه النهارده تكون عجبتكم، ونشوفكم في الحلقه اللي جايه وشخصيه جديده ونجوم جداد ومين بيقول الحق.